اهلا بحضراتكم في فقرتنا الحواريه الثانيه والاخيره واللي هنتابع من خلالها موضوع مهم جدا. قد يكون البعض يعني مستاء من اداء المنتخب الوطني او شايف ان احنا تم يعني هزيمتنا على مستوى لعبه كره القدم، ولكن ان نظرنا الى المكسب لان كل شيء له جانب ايجابي هنشوف ان مصر كسبت حاجات كثيره جدا من تنظيم هذه البطوله، ان سمعتها الدوليه تحسنت كثيرا وانها بانت قد ايه دوله متقدمه قادره على اداره هذا الحدث بشكل كبير وواعي ومن خلال شباب متميزين، ومجموعه كبيره من اجهزه الدوله اشتركت في اداره هذا الحدث في فتره صغيره جدا طلع للنور بهذا الشكل المبهر. خلينا نتكلم النهارده عن هذه البطوله ومكاسبها، ونتكلم كمان عن دور الامن ووزاره الداخليه في انجاح هذه البطوله بشكل مباشر او غير مباشر. معنا الحديث عن هذا الموضوع سياده اللواء الدكتور اشرف السعيد رئيس شبكه معلومات وزاره الداخليه الاسبق، اهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. سياده اللواء، طبعا يعني شبكه معلومات وزاره الداخليه اكيد هي يعني حصن بنتحصن بيه، لانه دلوقتي المعلومات كنز لابد من استغلالها. نتعرف على طبيعه عمل شبكه المعلومات الموجوده في وزاره الداخليه اولا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعه عمل شبكه المعلومات هي ليها شقين. شق اعلامي اللي هو متاح للمواطنين للاطلاع عليه من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، هو موقع وزارة الداخلية اللي هو بيقدم خدمات سواء إخبارية أو بيتلقى الشكاوى والبلاغات دي اللي حضرتك وأي واحد من المواطنين في إمكانه أنه يخش من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ويطلع عليه، ليه شكوى، ليه استعلام عن حاجة، يقدم خدمة من اللي بتقدمها خدمات وزارة الداخلية من خلال هذا الموقع. ده الشق الأولاني الخاص بالمواطنين وخدماتهم. الشق الثاني هو خاص بوزارة الداخلية. الشق الأولاني ده من خلال شبكة الإنترنت العادية اللي كلنا بنستخدمها. في شق ثاني اسمه إنترانت، ده خاص بوزارة الداخلية، ليه شبكة منفصلة كلية عن الإنترنت، فبالتالي لا يوجد احتمال لاختراقه. ده في معلومات اللي تخص وزارة الداخلية في التداول. كافة الإدارات، كافة العاملين، الأشخاص، كل في تخصصه، كل إدارة ليها بياناتها، كل إدارة ليها اللي مسموح له يطلع عليه ومين ما يسمحلوش يطلع. يعني بداخل الإدارة فيها أشخاص ليهم حق إن يطلعوا على المعلومة دي، وشخص تاني لا ما يطلعش على الكل، يطلع على جزء. ففيها عدة سياج من الأمان الداخلية أيضا، يعني مش معنى أن الإنترنت أنا ظابط فيها من حقي أشوف أي حاجة. أنا كنت رئيس الشبكة وما أقدرش أدخل على إدارات ما تخصنيش أن أنا أدخل عليها، تمام؟ فدي ببساطة جدا هي وزارة الداخلية، شبكة وزارة الداخلية بشقايها، المتاح من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، ده اسمه إنترنت، وده جميع المواطنين بتقدر تدخل عليه. هايل. طبعا ده للتفاعل المواطنين مع حضراتكم من خلال الموقع الالكتروني بتقديم شكاوى او الحصول على خدمات بقى فيما يتعلق باي شيء له علاقه بوزاره الداخليه. دلوقتي بقى اصبح سهل جدا ان احنا ندخل ونتعامل مع وزاره الداخليه الكترونيا، تمام، ضمن اطار الحكومه الالكترونيه، وعندكم عدد من الابلكيشنز اللي ممكن يعملوا ده. موجوده طبعا كل الخدمات اللي بتقدمها وزاره الداخليه من على الانترنت من خلال هذا الموقع، موقع الحكومه الالكترونيه. الى جانب حضرتك بتكلمنا عنه اللي هو انترانت، وده انترانت معناه لا ده ما حدش بقى بيدخل عليها، مش متاحه للناس ولا متاحه لكل الادارات، لكن كل اداره بترصد فيها قوتها البشريه وامكاناتها علشان تبقى واعيه بيها على مستوى امني عالي. فيها معلومات جنائيه بس كل واحد ليه النقطه اللي بيقدر يشوفها. ففي مستويات تامين مختلفه، من ضمنها ابسط حاجه خالص، لو انت مثلا المواطن العادي كان في حاجه اسمها يلف صينيه، ما يتقبض عليه لازم يقعد يلف ويشوفوا مطلوب في احكام ولا لا. دلوقتي اداره تنفيذ الاحكام مجرد ان بيجي في كمين بيطلب ياخد من حضرتك البطاقه، في ثانيه بيدخل على الكمبيوتر ده مطلوب عليه حكم في اسوان وانا موجود في اسكندريه. فدي من ضمن تطبيقات الشبكه اللي هي بتبقى تنفيذ الاحكام، معلومات جنائيه، معلومات كافه المواطنين الموجوده، بالاضافه لمعلومات على الضباط والعاملين.
جميل، وطبعا يعني بنرحب بحضرتك والدور اللي قمت بيه سابقا في هذا المجال. وخلينا نتكلم دلوقتي عن يعني موضوعنا في الفقره، وهو نجاح مصر في تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه. لن نقول نتائج على ارض الواقع فيما يتعلق باللعب، ولكن احنا بنتكلم عن نتائج حقيقيه متعلقه بمستوى رفيع في التنظيم والاداره. حضرتك بطوله كاس الامم الافريقيه احنا خسرنا الفوز بالكاس، لكن كسبنا كتير. لو بصينا ليه، اولا تنظيم البطوله في وقت قصير وتجهيز الملاعب بهذا الشكل ده مكسب كبير. الاعتماد على الحفل العظيم اللي تم في الافتتاح على الشباب، وده كان بيشكل خطوره كبيره وريسك على اللي خد قرار ان شاب هو اللي يقوم بهذه المسؤوليه الكامله، وشفنا ابهرنا العالم كله بشبابنا العظيم. تمام، ده مكسب كبير. عودة المشجعين للمدرجات بهذا الاسلوب وبالنظام اللي هو تأمين، حضرتك بتاخدي تذكرتك وبيبقى معروف مكانك، ده مكسب ايضا كبير. الناحية الامنية، ان احنا عندنا الفرقة دي كلها بمشجعينها موجودين في مصر وعمالين رايحين جايين في اسكندرية وفي السويس واسماعيلية وبورسعيد والقاهرة، ادت رسالة للعالم ان مصر بلد امنة، وفوتت على اخواننا البعدة اللي بيحاولوا يشوهوا سمعة مصر. لا ده ادي بطولة والناس ماشية عمالة راحة في الشارع وجاية ان مصر بلد امنة وان مصر بلد عظيمة، وكل ده مكاسب تانية. الرواج الاقتصادي اللي تم في خلال هذه الفترة، الناس اللي جت عملت رواج في سواء الحجوزات، الفنادق، المطاعم، المعيشة، كل دي مكاسب كسبناها. مكاسب ان احنا قدرنا نواجه الفساد اللي موجود في كرة القدم عندنا، ابتدينا بناخد اجراءات مع الفاسدين. ومش معنى كده ان اللعيبة بتاعتنا كانت وحشة، لا، احنا عندنا لعيبة مجموعة كويسة ومجموعة وحشة، مجموعة مفروضة كانت على المنتخب، مدرب مفروض على المنتخب، كل دي حاجات اتخلصنا منها. فده مكسب. المكسب مش ان انا اخد الكاس وارفعه، المكسب ان انا اصبحت على يقين ان المدرب الوطني افضل من ان انا اجيب مدرب اجنبي. ده مكسب ان احنا اكتشفنا وقدرنا نخرج صور من الفساد اللي عندنا، ده مكسب كبير قوي. فكل دي مكاسب عادت علينا من البطوله، لكن ما جيش اخسرها في ان انا ما خدتش الكاس ورفعته. صحيح. يعني ممكن ده يكون جزئيه، لكن قصاد التنظيم الجيد وان مصر تكون يعني بتحتضن هذا الحدث اللي ممكن يؤهلها لاحتضان احداث اكبر، ده شيء مهم. هل احنا كده جاهزين لاحتضان بطولات اكبر ورفيعه الشان اكتر زي كاس العالم للشباب او غيرها من البطولات الاخرى؟ لا، مش كاس العالم للشباب، احنا اصبحنا جاهزين ان احنا ننظم بطوله كاس عالم للكبار. كلمه سفر المونديال اللي حصل قبل كده مش هيكرر تاني. خلاص المجموعه دي انتهت. الاعدادات الفنيه والتجهيزات ووسائل الخدمات المتاحه والاماكن اللي عمليه الاتصال والتنظيم وكل ده محل تقييم، ان هيخلي حضرتك في مرتبه متقدمه ان انت لو قدمتي على تنظيم كاس العالم للكبار، لا الوضع يختلف عما حصل في سفر المونديال اللي قبل كده. انت اصبحت الملاعب صلاحيتها موجوده، التنظيم ان احنا حاليا اللي بتامن المدرجات من الداخل شركات امن خاصه، الداخليه بتامن خارجي وبتامن اللعيبه والحكام في النطاق المحدود. ده كان دايما رغبه الفيفا العالميه ان التامين تبقى بشركات خاصه. الصوره اللي ظهرت بيها المدرجات بلا اي شغب بلا اي حاجه، ده مكسب رائع. عودة الأسر إنها ترجع تاني للإستاد، إحنا كنا الفترة اللي فاتت عمالين نلعب كورة بلا جمهور، إيه فايدتها؟ إن اللعيبة بتلم في فلوس وبتكسب وبس، جمهور الكورة مش موجود. ابتدى يدخل نوعية جمهور هو الأسر العائلية، بقت ما بروحش الإستاد اللي كانوا موجودين عشان يشتموا ويحدفوا طوب وقابضين، دول خلاص اختفوا. ابتدى حضرتك بتروحي معاكي اولادك، معاكي اخوكي، معاكي زوجك، انا باخد ولادي واحفادي ونروح نستمتع بلعبه كره القدم، هو ده الجمهور. لكن الفتره اللي فاتت عندنا كان الجمهور ملوش علاقه بالكوره، كان بيدخلهم
مدين ظهرهم للملعب وقاعدين يشتموا. فقال ده داخل يعمل ايه؟ ده داخل قابض فلوس عشان حاجه، الجمهور ده اختفى، ده مكسب لينا كبير قوي ان اصبح انا قاعد في الكرسي ده الكاميرا متسجل بياناتي كامله، متسجل انا فين، لو الكرسي ده اتكسر انا اللي مسؤول عنه لان تذكرتي كانت عليه. فسهل النادي يجي. تقييمك لتجربه تذكرتي ونجاحها ونجاح ادارتها، وازاي ممكن فعلا بهذه الاسلوب التكنولوجي ان احنا نبقى عارفين كل شخص داخل الملعب، وبالتالي هي غايه في الامان وفي نفس الوقت بتمنع السوق السوداء اللي كنا بنبيع من خلالها التذاكر او المحاباه لحد. حضرتك دي التجربه ناجحه جدا، حققت نجاح يمكن انا اتكلمت عنها اول ما فزنا بعمليه التنظيم. عملت برنامج كان على القناه الثالثه، وطلبت ان لازم كل واحد يبقى ليه الكرسي بتاعه برقم وتنظيم، ونبعد عن وزاره الداخليه تبقى شركات امن خاصه. الدور اللي قامت بيه، اولا اصبحت التذاكر مؤمنه، حضرتك بتروحي لو عاوزه تستمتعي بالمباراه، لكن كان الاول عشان الحق الكرسي اللي انا قاعد عليه ده ادخل من الساعه 10 ونقعد بقى نضرب بعض ونسوق بعض لان ما اناش داخل اللي يلحق. لو قمت من على الكرسي هرجع مش هلاقيه. لكن دلوقتي اصبحت المدرجات مؤمنه، انا ليا الكرسي بتاعي محدد، لو حصل لا قدر الله اي شغب معروف مين اللي قاعد هنا ومين ومين، والكاميرات بتصورهم. فسهل جدا من خلال اساليب التكنولوجيا ان اي تجاوز او اي حاجه هيجي الاشخاص دي، لانه معلوماتهم وبياناتهم كلها متسجله من خلال الشركه. يمكن طبعا التذكره كانت غاليه شويه عشان التكلفه وعشان النوعية اللي تدخل هي اللي ترغب فيها، وده السعر إن كنا بنقول غالي، لا مش غالي بالنسبة للأسعار العالمية، لكن ما تبقى في بطولات دوري مش هتوصل السعر ده كده. لكن لما تيجي نتكلم في بطولة دولية لا، ده سعر لا يذكر بالنسبة لأي بطولات أخرى. طيب عندنا دايما تحدي فيما يتعلق بالمرور، احنا كثافه سكانيه عاليه جدا وفي اماكن دايما مزدحمه، لكن كنا قدرنا ننظم هذا التنظيم وان يكون في انسياب في حركه مروريه وان الناس تخرج من الاستاد تقدر تروح بسهوله والفرق تقدر تمشي بسهوله، ده كان تحدي لاي مدى نجحنا فيه ولاي مدى نقدر نبني عليه. حضرتك يمكن الدور اللي قامت بيه وزاره الداخليه في تنظيم المرور في الاماكن اللي فيها البلاعب كان واضح جدا، ان ما كان في طرق البديله وبيبقى بيتعمل السيوله المروريه حضرتك ما حسيناش بيها، بالرغم من ان في كان اكتر من ملعب في القاهره، ونفس العمليه في المحافظات. البعض تضرر من عمليه ان المرور كان بيقفل شوارع عشان يفتح شوارع بينظم، فمش عاجبهم هذا الاسلوب في المحافظات، هو عاوز طريق مختصر. لا، هو كنا بنعمل شارع ومفيش، حضرتك ما ينفعش تعمل يوتيرن، لازم تمشي دوري عشان تعمل عمليه السيوله اللي مفيش حد حس ان في زحمه موقفه الطريق، زي ما يعني ان بيطلع من الاستاد ايا كان استاد في انهي محافظه اعداد كبيره. يمكن هنا في القاهره سواء السلام او الجيش او استاد القاهره ده في قلب القاهره الثلاثه، ومع هذا ما كناش بنحس بالاختناق اللي هو متوقع او كان ممكن احنا شايفينه. كان في سيوله مريه ممتازه، يمكن خلاص ما عادش فيه غير كل العمليه ماتشين في البطوله، حسيناش باي مشاكل، الفرق ما واجهتش اي صعوبه في الاقامه في التحركات، في يعني الحمد لله، وربنا ان شاء الله يتمم بالخير في حفل الختام باذن الله. نتمنى طبعا ان شاء الله، وطبعا برضه يبقى في اقامه للناس الفرق والمشجعين. هل تامين الفرق والمشجعين بيكون تابع لوزاره الداخليه ولا شركات خاصه؟ لا، دي طبعا وزاره الداخليه هي المسؤوله عن تامين المقر الاقامه للفنادق بصفه عامه ودول بصفه خاصه. يعني اوتوماتيك ان جميع الفنادق فيها امن بالاضافه للامن اللي هو الخاص، لكن جميع اللاعبين والحكام تأمينهم تأمين كامل وتحركاتهم مؤمنة من خلال وزارة الداخلية بس، ما فيش حد تاني معاه. طبعا احنا عارفين ان احنا عدد كبير جدا من المشجعين قادم لتشجيع الفرق المتبقيه، طبعا الجزائر يعني هتلعب ماتشها النهائي قريب وعدد كبير من المشجعين جايين، هل في بقى اجراءات امنيه اضافيه لاستضافه هؤلاء ولتامينهم لانهم طبعا هيبقوا اعداد كبيره في النهائي؟ لا، الحمد لله التامين كله بيبقى على مستوى عالي جدا لاي عدد بيجي، يعني مش اكتر من الاعداد اللي كانت موجوده في ماتشات مصر فمهما كان العدد، لكن احنا بنقول ان احنا
بنواجه أي تفتيش أي حاجة، بتبقى ما فيش أي إجراءات لأي عنف أو أي حاجة بإذن الله. طب فيما يتعلق بتأمين برضو المعالم السياحية والأثرية، لأنه دي برضو هتكون محط أنظار الناس اللي جاية وبالمرة بتحب تشوف الهرم، بتحب تشوف المعالم اللي احنا مشهورين بيها. الحمد لله دور وزارة الداخلية إن الرجالة بتاعتها مش في الماتش وبس، لا انت حضرتك شوفي اي منطقة تلاقي التأمين بتاعها مفيش فيه اي قصور. ان بيتم التعزيز في تأمين مباريات كرة القدم ده بيتم تعزيز من الادارات الخدمية اللي حضرتك ما بتحسيش ان انسحب منها خمس ست ضباط، لكن الحاجات التأمينية قوتها زي ما هي، جميع الاكمنة والنقط التفتيشية وتأمين المنشآت الحيوية كلها زي ما هي، ما بيتمش استدعاء اي ضباط منها. التأمين بتاع مباريات كرة القدم بيتم من استدعاء من ضباط من ادارات خدمية زي الجوازات زي الحاجات اللي بتبقى بتساعد، ان احنا ما فيش كلمة ضابط متخصص، الضباط كلها بتشتغل في اي مجال طالما خريج كلية شرطة فبيقدر يشتغل في اي ادارة عفوية. كل الشكر لكل رجال الشرطة، وشكرا لوجود حضرتك معانا النهاردة ويعني إلقائك الضوء على نجاح هذه البطولة من الناحية التنظيمية اللي احنا بنفخر بيه كلنا، ونتمنى انه يتم كما بدأ بنجاح باهر، واعتمدنا على الشباب الجميل محمد فضل وامثاله، ده هيبقى بدرة خير ان في كل حاجة هيبقى في اعتماد على الشباب بإذن الله. بإذن الله. بشكر حضرتك سيادة اللواء الدكتور أشرف السعيد رئيس شبكة المعلومات بوزارة الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، بكده بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من الحصاد، غدا إن شاء الله حلقة جديدة ومجموعة أخرى.